يقول السائل: في بلدنا يكثر الذهاب إلى المشايخ، إلى مشايخ الصوفية والطواف بالقبور مع عمل الموالد البدعية والعمل فيها المآكل والمشارب، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ هذه الأمور التي تقع في بعض البلاد من الاعتقاد للأموات وأنهم ينفعون ويضرون، والتعلق بقبورهم، وفعل البدع والأعياد، أعياد الموالد وغير ذلك، هذا كله من سكوت العلماء وطلبة العلم، سكوتهم عن الدعوة إلى الله، سكوتهم عن البيان للناس، حتى ظن الناس أن هذا أمر جائز. لما سكت العلماء في بلادهم ظنوا أن هذا أمر جائز، بل إن بعض العلماء يدعو إلى هذه الأشياء فيضل الناس والعياذ بالله، فتسبب عن هذا فشو الشرك وفشو عبادة الأضرحة والقبور وفشو البدع، لأنها ليس لها نكير من أهل العلم. فالواجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن ينهضوا بالدعوة إلى الله بجد وإخلاص، وأن يبينوا للناس هذه الأمور الشركية وهذه البدعية ويحذروهم منها، هذا هو الواجب على الجميع. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب على العلماء وطلبة العلم وكل من عنده غيرة لله، كل من عنده دين، الواجب أن يحذروا من هذه الأمور وأن يبينوا حكمها ولا يسكتوا عنها، فإن سكوتهم سبب لانتشارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.